قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. عطية ستة في 300 ده 1800 جنيه، ومني أنا يا سيدي 2000 جنيه وشكرا على الأيام الظريفة. مش عايز حاجة، مش عايز حاجة، سيبوني أخرج على رقبتي، سيبوني أخرج على رقبتي. طب عطية يا عطية استنى، 2500 عطية. هو مش طبيعي يا بابا. إسلام أيوه، ده كان عمال يلعب في علبة الكبريت لحد ما خلصها كلها، واحنا اشترينا دستة علب كبريت جديدة. دستة علب كبريت جديدة؟ يعني راجل كبير زي دوت هيقعد يلعب بيه كبريت؟ ومش كده كمان، ده كمان كان بيفتح العلفيه وبيحط بقه فيها وبيشرب زي الاطفال. يا راجل يا بابا انت ما تعرفش احنا عملنا معاه ايه عشان نقاوم سلوكه، ولكن للاسف فشلنا. فشلنا؟ طب بص بقى، بص يا ست دره، وانت يا استاذ عمرو. نعم. وانت يا استاذ اسامه. امرك يا بابا. الجليس بتاعكم هيجي النهارده، يعني اي شكوى مش عايز اسمعها. وبعدين دلوقتي انا اتاخرت على الشغل، لازم اروح الشغل. اوعوا تنسوا الكلام اللي انا قلته. ها انا بلعب بالكبريت، رحنا جبنا له كبريت. كبريت ايه؟ تقلقش يا عم باب، محدش هيدخل البيت ده من اصله. هو احنا طفشنا كام واحد هنا اصلا؟ علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك.